بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. يوم جديد في كاس العالم، يوم جديد بمتغيرات جديده، بفرحه عربيه كبيره لفوز المنتخب المغربي اليوم بتالق كبير امام المنتخب البلجيكي بهدفين دون مقابل، في فوز مستحق بكل ما تحمله الكلمه من معنى. فخر كبير جدا جدا، سلسله السعاده اللي بنعيشها مع المنتخبات العربيه. البداية كانت مع منتخب السعودية وبنستمر معاكم هذه المرة، ولكن مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي مجموعته لم تكن سهلة على الإطلاق، ومنذ الوهلة الأولى والناس في المغرب كانت بتتكلم عن الثقة الكبيرة الموضوعة في مجموعة اللاعبين المتواجدة مع الرجراجي المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي. قدروا ان هم يتعادلوا مع كرواتيا، ورغم هذا التعادل كنا حاسين ان منتخب المغرب يقدر يكسب كرواتيا. الحقيقه النهارده كان في شجاعه كبيره جدا جدا من المنتخب المغربي في التعامل مع منتخب بلجيكا وهزمته بهدفين دون مقابل. الفرحه بتكتمل، بس لما تيجي تشوف اسباب النصر واسباب السعاده هتلاقي انه العقليه بتاعت المنتخبات العربيه تشعر كما لو انها تتغير على الاراضي القطريه. احساس المنتخبات العربية النهاردة منتخب المغرب كأنه بيلعب في كازابلانكا، مفيش اختلاف، جمهور حواليه في كل حتة في الملعب، صوت الجماهير بيهز الاستاد، كل الناس بتشجع المنتخب المغربي، ولذلك الواحد مبسوط للحالة. وتاني وتالت ورابع التعبير العربي عن نفسه فيما يتعلق بأدائنا في كرة القدم، وأتمنى أنه دي تكون بداية عصر جديد وبداية تأريخ لمرحلة إن شاء الله مستقبلا اللاعب العربي فيها يعبر عن نفسه وعما يستحقه. منتخب المغرب النهاردة بيتألق لاعبين محترفين في كل حتة، نفس الفكرة بالنسبة لكل المنتخبات العربية بل والمنتخبات الإفريقية. اللعيبة متألقة في كل حتة بره، ايه اللي بيحصل بس لما بنروح كاس عالم ما تعرفش، ولذلك احنا فرحانين جدا جدا باللي بيحصل، بالمتغيرات اللي بتحصل، بالتعبير العربي عن نفسه في بطولة كاس العالم، برفع الرأس والإحساس بانه مفيش حاجة بعيدة. طب النهاردة المغرب بتكسب بلجيكا المصنف رقم 2 على العالم بكامل نجومه، فوز مستحق. منتخب بلجيكا نفسه هو نفس المنتخب اللي في آخر تجاربه الودية قبل ما يدخل بطولة كأس العالم كان بيلاقي المنتخب المصري، واستطاع في هذا اللقاء منتخب مصر هزيمة المنتخب البلجيكي 2-1. وأزعم وأتخيل أنه كان هناك جزء ولو بسيط من إحساس المنتخب المغربي بقدرته الشديدة على الفوز وهزيمة منتخب بلجيكا مما رآه سواء في المباراة الإعدادية أمام المنتخب الوطني المصري، أو حتى كمان فيما قدمه في المباراة الأولى أمام كندا. هو منتخب لا نقلل منه على الإطلاق لأنه منتخب كبير، ولكن التعامل معاه تقدر، ما هواش يعني من المستحيلات، ولذلك الثقة النهاردة كانت موجودة في لعيبة المغرب. الأداء الحماسي، الأداء الرجولي، الذكاء في التعامل، ذكاء اللعيب العربي في التعامل مع الماتشات اللي شبه كده، أمور كلها بنراها طيبة. تعالوا نشوف الفرحة كانت عاملة إزاي في كازابلانكا مع فوز المنتخب المغربي وتسجيله هدفين، والهدفين للأمانة حلوين وممتعين. وكذلك يا مالنسي
عايزك تبص معايا على آخر لقطة مع الجول الثاني اللي بيسجله المنتخب المغربي، وعايزك تحط عينك على البنوتة اللي موجودة وقاعدة على الكرسي. شوف جمال كرة القدم، شوف جمال السعادة بالانتماء لمنتخب بلدك، هتشوفها مجسدة في اللقطات دي. هاتها لنا يا بيومي من فضلك. بص بقى واحدة واحدة، هاتها لنا سلو موشن، مش بسرعتها، مش بسرعتها. بص الجمال والفرحة، بص السعادة عاملة ازاي. دي اللي تعمله الكورة ومفيش حاجة تانية تعرف تعمله. البنوتة الحلوة دي، فرحتها دي، اللي بالدنيا دي، اللي تعمله الكورة مش حاجة تانية. عشان كده بقول لك لما تيجوا تسالونا بتقولوا لنا هو انتوا ليه بتحبوا الكوره، مغرمين بيها ليه؟ عشان اللقطات الحلوه اللي زي شايف الست الحلوه الطيبه اللي واقفه فرحانه، عشان البنوته اللي زي القمر ديت اللي فرحانه مع اسرتها ومع اهلها، وما منعهاش اي حاجه خالص ان هي تبقى موجوده وسط الاحتفاليه وسط الناس. عشان تخيل انت مثلا لو النتيجه بتاعت الماتش ده ما كانتش مشيت زي ما الجمهور ده ما كان عايز. عشان كده بنقول واما واننا بنتكلم دلوقتي عن منتخب المغرب، ارجوكوا خدوا الصوره دي دافع كبير جدا، خدوا الفيديو ده دافع كبير، تعرفوا قد ايه ان اللي انتوا بتعملوه مهم جدا، مهم لامتاع الناس ولاسعاد الناس ولاشعارهم طوال الوقت بالفخر. كره القدم واحده من القوى الناعمه للدول العربيه. كره القدم هي معبر بالضروره عن مدى تقدمك بأي حال من الأحوال، بأي شكل من الأشكال. فلذلك الفرحة حلوة، وأسباب الانتصار نفسها والدوافع النفسية لازم تيجي من الحاجات البسيطة قوي اللي شبه دي. لا تروح النهاردة فرحانة البنوتة الحلوة دي، وأكم من ناس فرحت في المغرب، وأكم من ناس فرحت في الوطن العربي للقطة ديت، زي ما فرحنا المنتخب السعودي من أيام بالفوز على الأرجنتين، وزي ما رفع رأسنا إلى عنان السماء رغم نتيجة امبارح أمام بولندا، إلا أنه كان منتخبا متألقا. وإن شاء الله بإذن الله تمنياتنا للمنتخب التونسي بأداء أفضل في المباراة المقبلة، وإن شاء الله بإذن الله يبقى عندنا أداء أفضل كمان للمنتخب القطري رغم توديعه البطولة، إلا أننا نتمنى لكل الفرق العربية الظهور المميز. وتاني وتالت ورابع ما تنسوش انه كل ما هو عروبي دائما بيجمعنا. من الفرحة في كازابلانكا الى مداخلة هاتفية، اتخيل ان هي هتبسط ناس كتير جدا جدا. المطربة والفنانة المتألقة المغربية جنات، برحب بيكي، اهلا وسهلا بيكي، مساء الفل والف الف مبروك. مساء النور، الف 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 مبروك للمنتخب المغربي، للشعب المغربي، وليكي بشكل شخصي. ميرسي يا كابتن ابراهيم. الحقيقه طبعا المنتخب المغربي النهارده فرحنا فرحه كبيره قوي، ده حقيقي، وكان اداء رائع ومشرف الحقيقه لكل العرب. كنا مبسوطين قوي، وزي ما انت قلت يعني الكوره بتدي يعني فرحه وبطاقه بحاجه حاله غريبه جدا. يا رب تكمل على خير ان شاء الله. يا رب يا رب، اللهم امين. الاحساس ايه مع المنتخب المغربي بالنتيجه امام منتخب كرواتيا في المباراه الاولى، تعادل مع منتخب هو صاحب المركز الثاني في بطوله كاس العالم الماضيه، والنهارده برضو المنافس قوي جدا جدا هو منتخب بلجيكا، ومنتخب المغرب قادر ان هو يتعامل مع كلا المنتخبين وهو واقف على رجله اسود الاطلسي بجد. يعني بص، هو اول ماتش طبعا انا معلوماتي عن الكره ضعيفه للاسف، بس سالت قبل كل، طبعا ببقى قلقانه وخايفه فبسال، فسالت عن كرواتيا فعرفت ان هو فريق قوي جدا يعني من الفرق الصعبه، وتقريبا كان رقم 2 في كأس العالم من اللي فات، صح؟ مظبوط مظبوط صح. يعني طبعا زي كل المغاربة وكل العرب اللي متابعين كنت مرعوبة. بالنسبة لي نتيجة التعادل دي كانت حاجة حلوة قوي يعني. صحيح، كنا كلنا فرحانين وكانت بداية قوية، وتفائلت الحقيقة، تفائلت وقلت معناه يعني انه اللي جاي هيبقى يعني تعودنا على الفرق انها ايه بتبقى المستوى بتاعها بيتصاعد يعني. ايوه مظبوط، اول ماتش ده بيبقى فيه شويه رهبه وما بتبقاش الفرقه
بكامل حالتها يعني. صحيح. فالحقيقة أنا كنت متفائلة، والنهاردة طبعا يعني كانت المفاجأة يعني 2-0 دي بصراحة يعني ما توقعتش. محدش توقعها، بس الناس كان عندها ثقة ان منتخب المغرب يقدر يعمل حاجة كبيرة. قولي لي طقوسك في مشاهدة المباراة بتاعت النهاردة كانت عبارة عن ايه؟ ايه اللي انت جهزتيه النهاردة للمباراة دي تحديدا، والاعصاب كلها بتبقى مشدودة قبل المباراة اللي شبه كده في كأس العالم؟ بص انا مختلفه يعني، انا لما بتابع الكوره ببقى على اعصابي، عشان كده انا بتجنبها دايما الكوره، بس ما اقدرش والله في ماتش ربنا مهم بيحبك، والله يعني، مش والله. بس في ماتش زي ده أي ما حدش يقدر انه ما يشوفوش يعني، صحيح صعب. صحيح. يعني كنت انا وماما بنتابع، جوزي كان في الشغل بيتابع طبعا في الشغل مع اصحابه، كان طبعا حاله تشجيع كانهم في الاستاد مثلا. صحيح صحيح. انا وماما بقى كنا قاعدين، انا كنت واقفه طول المباراه واقفه، ما اعرفش ليه ما عرفتش اقعد، بتبقى حالتي النفسيه والعصبيه صعبه جدا مشدود. يعني. انا لو شفت مثلا كل اسبوع ماتش كده لا انا هبوظ خالص يعني، لا بقى يعني احنا بنتكلم في كاس العالم، وكاس العالم كفايه المنتخبات كده. والمنتخبات بتجمعنا. طيب ايوه كفايه عليا كده الحقيقه. المنتخب لا المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله على بعد خطوه من التاهل، وده هيبقى انجاز يضاف الى التاريخ إن المغربي شاء الله. والتاريخ العربي، وده هيخليني اسالك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ده ويحصل ومنتخب المغرب يتاهل. هل انت مجهزه حاجه بقى للمنتخب المغربي، اغنيه للمغرب ولا لا؟ أنا عاملة أغاني كتير طبعا للمغرب وحاجات يعني تشجيعية يعني في للمغرب، بس أظن هعمل حاجة جديدة لأنه هيبقى الحدث حاجة كبيرة قوي يعني، بالظبط. محتاجة إن أنا أعمل حاجة طبعا جديدة. أكيد صحيح. أكيد يعني كل مباراة المغرب يتألق بتلاقيني متحمسة أكتر، إن أنا يعني هتلاقيني ممكن أجهز أغنية في 2-3 ساعات يعني. طيب ده شيء عظيم، وما ينفعش انت تكوني موجودة معانا، وما ينفعش ما نسمعش منك حاجة بعد فوز ومكسب المنتخب المغربي النهاردة. فشوف انت اختاري حاجة انت على ذوقك تسمعيها للناس وتهديها للشعب المغربي وللمنتخب المغربي ولكل المشجعين في الوطن العربي. طب ممكن اقول حاجه مغربي طبعا يعني، اتفضلي. حاجه اكيد. من الحاجات بتاعتي اللي انا عاملاها للمغرب، اتفضلي اتفضلي. تكون مناسبه للحدث. اتفقنا. بالذات الفرحه والاحساس عمرو كل قلوب الناس، القمه يا بلادي في القمه، يا أهلا ماما أفريقيا، بالذات الفرحة والإحساس عمرة بكل قلوب الناس، بالقمة يا بلادي بالقمة، يا أهلا ماما أفريقيا، مغربي 10/10، إفريقي 10/10، ونقولها بصوت عالي مغربية يا حرام. ردي قوي، انا اللي بشكرك جدا جدا جدا، بس ميرسي قوي الفرح. والله بس عايز اقولك على حاجه. ده اكبر دليل يا جماعه، الصوت اللي احنا بنسمعه ده صوت جامد جدا وحقيقي على الهوا اهو، علشان حضراتكم تبقوا عارفين. ولا قالت انا بس صوتي وجعني ولا زوري ده وجعني انت تأمر دلوقتي تقول لي اي حاجة انا لا هعملها والله، دلوقتي. وصوتك جميل كالعاده ومتالقه كالعاده، الله ومبسوطين ان ربنا انتي موجوده معانا النهارده، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنستنى منك الاغنيه اللي هتنزليها ان للمنتخب شاء الله، المغربي ان ان شاء الله شاء باذن الله الله بعد ربنا التاهل. يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله، وعقبال ان شاء الله منتخب السعودية يفرحنا هو كمان، وبإذن الله يعني كأس العالم السنة دي هيكون مختلف، هيكون فرحة كبيرة للعرب كلهم ان يا شاء رب الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. اخر رساله بقى تقوليها للمنتخب المغربي، تقولي لهم ايه؟ نقول لهم بالمغربي، احنا عايزينها بالمغربي. تبارك الله عليكم، واحنا دايما كنشجعوكم، وديما المغرب بيجلو معاك. بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل توفيق والف الف مبروك، وسعداء جدا جدا بمداخلتك معانا. انا بشكرك شكرا ميرسي يا جزيلا. كابتن ابراهيم، ميرسي جدا. فنانة والنجمة الكبيرة والمطربة المغربية جنات، بشكرك شكرا جزيلا. اجواء الفرحة يا جماعة مفيش احلى منها، ومن صوت ممتع ومن صوت حلو. جنات صوتها صوت يعني يا جماعة، الموضوع سهل عشان بس حضرتك تبقوا عارفين، سهل لما انت تكون مبدع وصوتك حلو زي ما انتوا ما سمعتوا كده. الفرحة بقى احنا اخدناها من كازابلانكا،
واخدنا من النجمه جنات، تعالوا نروح لقطر ونشوف فرحه الجماهير المغربيه والعربيه في قطر. من ضمن برضو اللقطات اللي كانت حلوة النهاردة وكل وسائل الإعلام أخدتها الحقيقة، أشرف حكيمي اللي كان بيقبل إيد والدته بعد اللقاء اليوم وبعد الفوز على المنتخب البلجيكي. واحدة زي ما بقول لحضراتكم اللقطات اللي شبه كده معبرة جدا جدا، بتوصل للناس، وصلت لكل وسائل الإعلام العالمية وليست فقط العربية. أهو قدام حضراتكم وأشرف من اللعيبة اللي دايما هو بر بأسرته بوالدته، ومن الحاجات الحلوة دايما اللي احنا نحب نشوفها في كرة القدم. ده فيما يتعلق بفرحة المنتخب المغربي. تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم النتائج بتاعت ماتشات النهاردة، وكان لابد وحتما ان احنا نبتدي حلقة النهاردة بتقديم التهنئة للمنتخب المغربي وللشعب المغربي، ونتمنى ان شاء الله بإذن الله كأس العالم دي تدينا فرصة نفرح لبعض، ويا رب دايما كده، يا رب دايما كده نفرح لبعض، ودايما كرة القدم تطلع أفضل ما فينا وأحسن ما فينا. تعالوا نشوف مع حضراتكم نتائج ماتشات النهاردة. النهاردة أشوف الكرة دي يا جدع، الكرة دي يا جدع، غريبة غريبة، اليابان تشيل المنتخب بتاع الألوان اتنين، فتقوم تروح تخسر من المنتخب اللي اتعبى جوال اللي هو كوستاريكا. كوستاريكا واخد 7 الماتش اللي فات، متعبي 7 تجوال الماتش اللي فات من اسبانيا، فتقوم كوستاريكا تكسب اليابان، ايه ده؟ ما تفهمهاش. بلجيكا المصنف رقم 2 على العالم جايب الجيل الذهبي بتاعه اللي المغرب خلص عليه النهارده 2-0، يلا مع السلامه. كرواتيا فازت على كندا 4-1، نتيجه متوقعه. والماتش الاخير ده والله يا جماعه عايز اقول لكم، واحد فعلا فعلا انا داخل الهوا سنه متضايق، سيكه متضايق كده، لان انا كان نفسي حقيقه منتخب الماتادور الاسباني يبلع المنتخب اللعيبه بتاعته بتحط دي على بقها حقيقه يعني. بس يعني هي الكوره فيها كده، منتخب اسبانيا تحس ان هو مطمعش للاخر، مطمعش للاخر. لو كان طمع للاخر ما كانش ده بقى الحال، كنا هنبقى فرحانين. ابقوا ليهم على الامال، وكنت اتمنى لو انه النهارده يعني تخلص القصه واسبانيا تعملها، لكنه ده ما حصلش. ما علينا، انا متخيل انه المنتخب ده باذنك يا رب مش هيروح بعيد، المنتخب ده روح الهي لا تكسب ولا تربح. تفضلوا كده طول الوقت ان شاء الله باذن الله، بعمل لا عارفين تطلعوا فوق ولا عارفين تنزلوا، تفضلوا زي ما انتوا كده. ف ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نتيجه المباراه كل تمنياتنا ان شاء الله باذن الله للشعب الكوستاريكي الشقيق وللمنتخب الكوستاريكي الشقيق بالتوفيق في الماتش اللي جاي. وانا عارف ان هو صعب، بس ادينا بنقول منتخب كوستاريكا ما عدا 3 نقاط ومنتخب قوس قزح في المركز الاخير. حصاله، خدها حصاله كده، فاهم؟ ما هي في الاخر هتأهله، فادينا نقول كلمتين نتفك بيهم يمكن يعبروا عن اللي جوانا وخلاص يا جدع، يعني نقول اللي جوانا وخلاص ما علينا. تعالوا نروح لقطر. الصديق العزيز والصحفي المتالق الاستاذ احمد عبد الباسط معانا من هناك. يا استاذ احمد اهلا وسهلا بيك، مساء الفل يا كابتن ابراهيم، مساء الفل، وحشني. اخبار جنابك ايه؟ كله زي الفل، اخباركم انتوا ايه من غيري؟ والله مبسوطين جدا جدا. سين سؤال، القعده عجبتك في قطر ولا ايه؟ عجباني، بس يعني عماره والشباب بيقول لي يعني محتاجينك. لا خالص لا خالص لا خالص لا خالص كمل عندك كمل عندك كمل عندك بعد كاس العالم. مش من قلبك.
ها؟ من قلب، مش من قلب. لا اسمع اسمع، انت تعرفش ان قلبي اتغير اليومين دول. اسمع احمد، وحشنا كتير. خليني اسالك الاول عن الاجواء بتاعت اليوم النهارده، فوز منتخب المغرب، اصداء مباراه السعوديه وبولندا، رصدت الموضوع ده ازاي؟ وانا عارف ان انت كان واحد من ضمن يعني اهدافك الفتره دي انك تحضر كل الماتشات بتاعت كاس العالم، وبالتالي انت تقريبا مفيش حاجه بتفوت منك هناك. والميزه بصراحه انه في قطر المره دي اسهل من روسيا بكتير. روسيا كنا ماتش بالعافيه وما كانش كل يوم، يعني ماتش بنحضره وكل فين وفين، لكن دلوقتي انت متاح ليك ماتشين في اليوم تقدر تحضرهم، وابعد ملعب عن الثاني ما بياخدش نص ساعه ربع ساعه، وكله الامور متيسره ومتوفره، كمان ما فيش زحمه، ما فيش حاجه من الحاجات اللي ممكن تعيق ان انت تروح تحضر اي ماتشات، عايش الحاله كلها. ولكن انه مع خروج منتخب قطر وشبه خروج منتخب تونس النهارده، كان يعني التلاحم العربي الكبير من اجل المغرب في الاستاد وخارج الاستاد وفي الشوارع، هنا في مناطق محدده للجماهير، انا عايز اقول لك ان هي بتشتعل بالجمهور اللي موجود، سواء بقى مصري سعودي تونسي جزائري، اي جمهور موجود هنا كله ورا منتخب المغرب. وانت يعني اتكلمت بزياده على هذا الامر، ولكن في النهايه التفاصيل الصغيره اللي هنا دايما اللي انا بحب يعني اتكلم عليها واللي انا بشوفها بعناية، مفيش حاجه هم مش واخدين بالهم منها، سواء للاعلام سواء للجمهور سواء لكل الناس، لدرجه ان انت حتى مداخل الاستاد ما بيبقاش طريق واحد، بيبقى ثلاث اربع طرق كبيره خارجيه، بحيث انه ما بقاش فيه تزاحم. انت الملعب قبل المباراه ما بتبدا بنص ساعه بيكون فاضي، فجاه بتلاقيه اتملى كاننا في اوروبا بالظبط. فوصلنا لهذا الامر، واكيد انت اتكلمت على انه حته استضافه الدوله العربيه للمونديال محسسانا ازاي انه نقدر، مفيش فرق، مفيش فروقات بين المنتخبات العربيه والاوروبيه، لان هو اساسا اللعيبه اللي بتلعب في المنتخبات العربيه بالتبعيه هي اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه، وهي اللي قيمتها عاليه جدا. فبالتالي لما الموضوع على ارضنا في وسط ارضنا وجمهورنا، الموضوع فرق بغض النظر ان هي قطر اللي موجوده او تونس او المغرب او حتى لو كانت مصر موجوده، ده كله اللي واضح في الشكل العام هنا في البطوله يعني. طيب احمد، خليني اسالك كابتن حسن شحاته، انا عارف ان هو متواجد معاك، هل دار كلام عن هيرفي رينار المدير الفني وادائه مع منتخب السعوديه امام منتخبات قويه زي منتخب الارجنتين وبولندا ولا لا؟ الكابتن حسن شحاته كان بيتفرج في الملعب، هو والكابتن حماده صدقي والكابتن احمد سليمان معانا على ماتش الارجنتين والسعوديه. كنت قاعد برضو بحكم ان انا بالحس الصحفي يعني، كنت بحاول اشوف رياكشنات كابتن حسن طبعا وانفعالاته داخل الملعب بعد المباراه. يعني ساعدني الحظ والتوفيق ان انا ارجع معاه لحد الاوتيل في نفس الاتوبيس، يعني اتكلمت معاه دردشت معاه شويه، فقال لي انه هيرفي رينار مدرب قدير، وهيرفي رينار بيكن للكابتن حسن كل التقدير، وهو اعرب ليه في اكثر من مره عن ده، لان هم يعني بالنسبه للكابتن حسن في افريقيا لما كان معلم على القاره كلها في بطولات 2006 و8 و10 فكان الباع بتاعه كبير. الكابتن حسن كمان قال انه ده طبيعي ان السعوديه يا جماعه تعمل كده مع الارجنتين، ان السعوديه فريق قوي معاها مدرب قوي. اتكلم كويس جدا على هيرفي رينار انه مدرب من اكثر المدربين اللي بيتطوروا في القاره بشكل سريع جدا، هو عشان حبه في القاره فهو بيدي مخلص ليها جدا في القاره الافريقيه، ولما راح اسيا هو عرف برضه يطور، فده مدرب بيشتغل في اي مكان. كمان الكابتن حسن قال احنا لما لعبنا الارجنتين في 2008 قال احنا كنا ممكن نكسب الارجنتين لولا انه الحادث بتاع عصام الحضري لما ساب الاهلي وسافر، لما رجع فالجمهور قابله في الملعب او في الاستاد هز شويه عصام الحضري، فده اثر عليه في حراسه المرمى في هذه المباراه. حاولت برضو اتكلم على ميسي في المباراه مع الكابتن حسن شحاته، ويعني اساله سؤال سبوره، لو انت مدير فني لمنتخب مصر وعرض عليك واحد من الاثنين ميسي ولا رونالدو يكون لاعب اساسي معاك، فهو اختار رونالدو. قال انا ما احبش اسلوب ميسي، انا اختار رونالدو هو اللي يبقى معايا. كمان قال انه ميسي ما بيعجبنيش اداؤه داخل الملعب، او مش ده اللاعب اللي انا لما اكون مدرب ابقى محتاجه، انا محتاج كريستيانو ما احتاجش ميسي، وده تعقيبه على مباراه الارجنتين والسعوديه وقتها. في كمان حاجه مهمه لو ينفع يعني اعقب عليها، موضوع هيرفي رينار بعد المباراه لما الناس اتكلمت عليه في مصر وهيرفي رينار، انه هل هو كان معروض على المنتخب المصري ولا لا، ولا الكلام ده كله عندك معلومه؟ عندك معلومه؟
عندي المعلومه من بدايتها، والمعلومه دي يعني واي حد يقدر يتكلم، وانا بقول لحضرتك الكلام اهو موثق بالصوت والصوره، يعني انه بالتواريخ انه هيرفي رينار لم يتفاوض معه الاتحاد المصري لكره القدم سوى في شهر يناير 2014 عن طريق الاستاذ مجدي المتناوي عضو مجلس الاداره وقتها، وهو اللي جاب كوبر بعدها. وكان المدربين الثلاثه المرشحين نمره واحد على الترتيب هيرفي رينار، وكان رئيس اتحاد الكره وقتها الاستاذ جمال علام، نمره اثنين جورج ليكنز اللي كان ماسك منتخب تونس، نمره ثلاثه كوبر. هيرفي رينار اتفق، ولكن كان وقتها في ظل هذا التوقيت كانت بطوله افريقيا، وكان مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار، واتفق على ان هو يجي ب 100,000 دولار بعد التواصل مع وكيله الفرنسي. ولكن بعد ما خد البطوله في الوقت ده هو قعد مع رئيس كوت ديفوار واقنعه ان هو مش هينفع يسيب كوت ديفوار ويروح لمصر، فالراجل اعتذر بالشياكه للجانب المصري وقال لهم انا مش هينفع اسيب المنتخب الكوتيفواري، انا قعدت مع رئيس الجمهوريه. راحوا وقتها للاوبشن الثاني اللي هو جورج ليكنز، ولكن السيد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي تواصل مع نائب رئيس الاتحاد المصري وقتها الاستاذ حسن فريد، لان انا معصب لهذه الاحداث يا كابتن ابراهيم، قال له انه ما ينفعش الراجل مدير فني عندنا وعندنا استقرار، فانتوا هتاخدوه اي نعم هتاخدوه بضعف الراتب بس مش هينفع. فراحوا للخيار الثالث اللي هو هيكتور كوبر. لما جه هيكتور كوبر مشي بعد روسيا واحنا كنا موجودين في روسيا، تم الاتفاق وتم الانتهاء تماما مع اجيري في روسيا بين المهندس هاني ابو ريده وبين المهندس احمد مجاهد وبين سلجادو اللي جه بعد كده في الجهاز الفني بالقطعه مع اجيري، وكان هو اللي موجود بعد كوبر مباشره. طب منين جه موضوع هيرفي رينار؟ هو كان طرح كاسما فقط، ولكن لم يجلس معه على مسؤوليتي، لم يجلس معه الكابتن حازم امام، ولم يتحدث معه لتولي المسؤوليه. الملف الذي قدمه الكابتن حازم امام في هذه الفتره لاتحاد الكره هو خليل يوزيتش، وتم رفضه نظرا لتعاملاته وكبر سنه والكلام ده اللي اتقال يوميها يعني. وفي النهايه تم تعيين اجيت. على ذكر الموضوع بتاع خليل يوزيتش وحيد خليل يوزيتش، انا تاكدت من المعلومه دي بنفسي الحقيقه من الكابتن حازم امام، انه فعلا المفاوضات اللي كان بياخدها وقتها كانت مع وحيد خليل يوزيتش، ويعني ده تاكيدا للكلام اللي انت بتقوله. طيب خليني طيب اسالك عن جزئيه مهمه، يمكن انت اتكلمت في الوقت البدل ضائع امبارح او اول امبارح لما كنت مع زميلنا احمد المسير، بس خليني اسالك، هل هتطبق في الدوري المصري؟ عندك معلومه ولا لا؟ طيب خليني اقول لك موضوع، مش عندي معلومه ولا لا، بس هقول لك انه في البدايه ان الكابتن محمود ابو الرجال خلاص هيبقى موجود يوم 29 في مباراه هولندا وقطر، هيبقى مساعد ثاني مع جسامه، والكابتن محمود ابو الرجال ما بيحكمش لوحده، هو مرتبط بالطاقم التحكيمي اللي بقياده جسامه، هم مقسمينها يعني، فهو هيبقى مع جسامه. هو كان خد ماتشين بس، ماتشين مساعد فار، كان ماتش تونس والدنمارك وماتش اليابان والمانيا اللي اليابان كسبت فيه، كان مساعد فار في الماتشين دول وكان موجود. بص اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي بعد ما اتكلمت مع بعض اعضائها قالوا ان كلنا كان مقدم تصور شامل من 2019 ان هو عايز يطبق الوقت الضائع زي ما بيحصل في كره الصالات، بس مش بنفس الاليه، هو عايز يضيف حكم جديد يقعد يوقف التايم في حالات التبديل، في حالات الاصابات، في معظم في حالات عودته للفار، ولكن هم قالوا له مش هينفع نعمل ده، يبقى قانون، لو قانون هيبقى ملزم ويتطبق في الاتحادات الاهليه، احنا نعمله لائحه، يبقى لائحه بطوله، لائحه البطوله متغيره من بلد لبلد، بمعنى انه الفار ما بيتطبقش في كل بلدان العالم. ماشي. هو فكره كولينا انه انا عايز اطبقه في كل بلدان العالم، لانه ما ينفعش يبقى انا اجيب حكم بيحكم معايا من بلد ما عندوش القانون ده بيطبق عنده. فقالوا له طب نخليها تجريبي في هذه البطوله او في هذه النسخه في مونديال قطر، وإذا نجحت الفكرة إحنا ما عندناش مشكلة، ممكن نطبقها ويبقى قانون ملزم زيه زي كل القوانين الملزمة داخل التحكيم، مش القوانين السنوية اللي ممكن بتتلغي سنة وسنة لأ، رئيس لجنة التحكيم يجي يحط قوانين معينة، رئيس يمشي لأ، فهو عايز يعملها قانون، ولكن هو ما اتخذش الوقت ده إن هو ياخد القرار. وهو في النهاية رغبته اللي أبداها للجنة التنفيذية إنه بيشوف إن وقت كتير جدا من المباريات بيهدر في ضياع الحاجات التمثيلية و و و، فهو عايز يحجم هذا الامر بهذه الاليه يعني. طيب خليني اسالك بقى على جزئيه اخرى وهي مهمه للغايه بالنسبه لنا احنا بقى فيما يتعلق بالتصفيات المؤهله الى كاس العالم المقبله ان شاء الله باذن الله. هل نوقش الاقتراح المقدم من الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ وهل هناك اصلا مقترح ولا لا؟
طيب مبدئيا هو هناك عده مقترحات بين اعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي اللي بيتشاوروا فيها، خصوصا الاتحاد الاسيوي اعلن النظام والسيستم بتاعه، فبالنسبه لهم هم عايزين يعلنوا علشان احنا عندنا 9 مقاعد ونص. طب التصفيات بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ البعض يرى انه الاليه العادله لاختيار هذا الصعود او التصفيات يعني عشان صعود المنتخبات، هم شايفين انه في 54 منتخب افريقي بيشاركوا في هذه التصفيات وهو العدد الاعضاء للاتحاد الافريقي، فعايزين يعملوا فيها دورين تمهيديين في الاول بحيث ان هم يوصلوا عدد المنتخبات ل 36 منتخب، يعني ال 54 يعملوا ادوار تمهيديه. طب الادوار التمهيديه دي هتتعمل ازاي؟ طبقا للتصنيف اللي بيتم، انه المنتخبات تصنيفها الدولي طبقا للاتحاد الدولي، هناخد من رقم 37 لرقم 54 نصفي بينهم، وناخد منهم كمان من 36 وليكن لرقم 18 نصفي بينهم، بحيث ان احنا يتبقى عندنا 36 منتخب يتم تقسيمهم لتسع مجموعات، بحيث انه يصعد اول كل مجموعه وافضل ثاني مجموعه بين هذه المجموعات التسعه بيدخل مع 5 منتخبات بقى اللي هم هيعملوا الملحق علشان يصعد منهم اول وثاني لمونديال كاس العالم. ده الاقتراح الاكثر عدلا داخل الاتحاد الافريقي. البعض يرى انه لا احنا نخليها 6 مجموعات ونصعد اوائل ونعمل نظام ثاني ونصعد احسن 3 ثواني. اه بالظبط، ولكن كل ده محل نقاش، هم بيقعدوا خلال الايام دي بيتكلموا مناقشات على امل ان الكونجرس اللي جاي بتاع الاتحاد الافريقي يتخذوا فيه القرار، لانه خلاص مباشره بعد كاس العالم بندخل في التصفيات الجديده على طول. يعني احمد، نعم سامعني؟ انا سامعك. مفيش اخبار عن اعاده ماتش مصر والسنغال؟ والله ما احنا قلنا لا في شكوى ولا في اي حاجه خالص، بس يعني ما زلنا احنا بنتمسك بالامل. مش فاهم اي حاجه عندك هناك يعني؟ قال لك طب احنا ناقشناه بس ما حدش اخد باله، او احنا جات لنا الشكوى بس احنا رفضناها، او اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه خالص يعني؟ احنا اشتكينا مين يا جماعه؟ احنا اشتكينا مين واشتكينا فين ومين اللي رد علينا، ولا ما حدش رد، ولا ايه الموضوع؟ احنا بس قدمنا فلاشه، والفلاشه دي ما مش شكوى ولا ترد علينا ولا كان قدمنا فلاشه حيثيات. قدمنا فلاشه اللهم صل على النبي، ولا في اي حيثيات ولا في اي حاجه حصلت، ومن زمان بنقول هذا الكلام، احنا كنا حتى بنقوله مش للنقد او الهجوم، ولكن كنا بنقول عشان ما نعشنش الناس، لانه عارفين الحقيقه فين يعني. ولحد ما برضو يعني دي دعابه منك، انه لحد قبل ماتش السنغال قبل ما تلعب الناس بتسال ها الماتش هيتعاد ولا ايه، الناس بتشوفنا في الشارع هنا الماتش هيتعاد، يعني هزار يعني. ولكن في النهايه احنا وصلنا لهذا الامر يعني، وخلاص كاس عالم عربي. لا طيب، لا طالما فلاش هيبقى، لا ده موضوع تاني بقى، طالما بعتنا فلاش ده قصه تانية. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله مكملين معاك دايما باستمرار في اثناء بطوله كاس العالم. بشكرك يا احمد. شكرا شكرا. الصحفي المتالق احمد عبد الباسط من قطر. طيب شوف يا سيدي، عشان اقول لك بس كلمتين ابرك من 10 في موضوع مباراه السنغال ومصر، صدقا يعني اللي بقوله ده صدقا ما فيهوش اي حاجه، انا احب لما يكون عندي حق اجيبه. ضرب في وشي ليزر، فرقع في وشي بومب، اي حاجه من الحاجات دي ليه حق اجيبه. وما كانش شرط بالنسبه لي، ودي وجهه نظري اللي ما غيرتهاش ولن احيد عنها يعني، ان انا ابحث عن حقي حتى ولو العقوبه اللي هتتوقع على المنتخب السنغالي قد تكون حرمان من خوض مباريات في التصفيات المقبله على ارضها، او حرمان جمهورها من التواجد في ماتشين ثلاثه من التصفيات، او اي حاجه، او اي حاجه انا بصل فيها الى حقي وفقا للعقوبات ووفقا لما يتراءى للناس بالملف اللي انا قدمته. فانا طول الوقت اشوف عندك حق قاتل عليه، مش عيب، مش عيب ابدا، بالعكس ده احنا دايما نقول كده، لينا حق نشتغل عشان نجيبه، وكلنا نبقى واقفين مع بعض ايد واحده عشان نجيب الحق ده، اعلام بجماهير باتحاد بكله. لكن احنا هنا في حاله لم يحدث فيها ما اشير اليه، احنا في حاله كان الكلام فيها من اللحظه الاولانيه احنا عايزين نعيد مباراه مصر والسنغال، فقلنا يا جماعه قدموا الشكاوى الرسميه والمذكرات، وما تقولوش للناس ان المباراه هتتعاد ولا مش هتتعاد، قولوا للناس ان احنا بنسعى عشان ناخد حقنا.
حقك ده جالك في شكل إعادة المباراة بها ونعمة، حقك ده جالك بشكل عقوبات وقعت على الخصم بها ونعمة، لكنه للأسف للأسف عشمنا الناس، والمثل البلدي الجميل يقول لك إيه، عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني، فعشموا الناس، ففضلت الناس متشعبطة على إنه ماتش مصر والسنغال هيتعاد. وأنا للأمانة كان لما أي حد يقابلني في أي مكان أقول له يا عم صلي، ماتش مين اللي اتعاد؟ أتخيل إن إحنا لا قدمنا حاجة تستحق، ولا اشتغلنا على حقنا كما يجب، ولا عرفنا نجيبه لا في الملعب ولا بعده، بس عشان الناس تبقى موجودة في الصورة. مش عيب لما يبقى عندي حاجة إن أنا أروح لها، لكن العيب إن أنا أوعد الناس بحاجة هي مش في إيدي، والعيب الأكتر إنه محدش رد علي. وحد رد علينا؟ وحد قال لنا حاجة؟ يعني حد جه رد كده قالك المذكرة اللي قدمها اتحاد الكرة المصري عبارة عن 1 2 3؟ حد قال؟ انت سمعت؟ طب لو حد قال واتحاد الكرة ما قالناش، تبقى دي مشكلتنا احنا ولا مشكلتهم هم؟ عشان ما حدش رد. فعيب بيبقى احنا بنقول دايما لازم يبقى لنا ثقلنا، والناس تطلب دعم الاعلام المستمر، فانا يدعم الاعلام والجمهور يتكلم والناس ونعمل، وفي الاخر محدش رد عليك اصلا، انت مش على الرادار اصلا. طب بنقول ده ليه؟ علشان للي جاي. انا عارف والله ان هي قربة مخرومة امرنا لله، بس عشان اللي جاي في يوم من الايام، يعني ادينا بنقول لما لينا حق يا جماعة تعالوا نسعى عشان نجيبه، وما نخافش من حاجة، وهنبقى في ظهر بعض. بس المنظر اللي حصل ده كله على بعضه لو انت رجعت قعدت تفكر فيه كده هتلاقيه عيب ما يليقش بيك يعني. طيب عندي لقطات كتيرة طبعا من كاس العالم، وشاكيري وأمبولو بقيادة هذا الثنائي منتخب سويسرا بيخوض مرانو الأخير قبل مواجهة البرازيل. والبرازيل واحد من أقوى المنتخبات اللي عبرت عن نفسها الحقيقة في بطولة كاس العالم أمام صربيا، وصربيا فرقة بدنيا قوية جدا الحقيقة، لكنه في النهاية قدروا أن هم يتعاملوا مع المباراة بقوة شديدة وبمهارة وبكل شيء أنت ممكن تقوله. يعني منتخب كوريا الجنوبية هو الآخر خد مرانه الأخير استعدادا لمواجهة غانا، والمباراة إن شاء الله بإذن الله هتكون على استاد المدينة التعليمية. ده بالنسبة لمنتخب كوريا الجنوبية اللي بيخوض المران الأخير ليه استعدادا لمواجهة المنتخب الغاني، اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله في المباراة المقبلة. منتخب غانا واحد من المنتخبات الإفريقية المشاركة في هذه البطولة. المران بتاع كوريا الجنوبية شهد مشاركة سون هيونج مين وهو واحد طبعا من اللعيبه بتاعه منتخب كوريا الجنوبيه، تلاقيه كله كيم 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 كيم، بس ده طبيعي يعني اسم من الاسماء اللي هناك منتشره جدا يعني. وعندهم سون سون سون، يعني ما شاء الله عندهم وفره في الاسماء اللي من النوعيه ديت. طيب نروح لقطر مجددا هذه المرة من خلال أصدقائنا المتألقين، وإحنا لسه برضو بنتكلم في قطر وكأس العالم. الزميل العزيز أحمد المسيري والزميل العزيز أيضا خالد رزق، تحياتي ليكم متألقين كالعادة. وخليني أبتدي مع مسيري. ميسي أهلا وسهلا بك، مساء الفل جماعة. ميسي ده الدلع بتاعه عشان حاجة تبقوا عارفين. مساء الفل عليك زميل عزيز ابراهيم فايق، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم في كل مكان، برحب بيك من قلب العاصمه القطريه الدوحه. ويمكن الفرحه عادت اليوم بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء. يمكن انا كنت موجود في ملعب السمامه، عشرات الالاف توافد منذ الصباح الباكر للدخول لملعب المباراه ودعم المنتخب المغربي في هذه المباراه الصعبه. يمكن كان في جسر جوي ما بين الرباط والدوحه
على مدار اليومين أمس واليوم، وحضر الحقيقة يمكن أكثر من 10,000 مشجع، لكن الحقيقة عدد كبير كان متواجد خارج استاد السمامة لم يستطع الدخول إلى ملعب المباراة لدعم المنتخب المغربي لعدم وجود تذاكر. يمكن الأجواء هنا في قلب العاصمة القطرية الدوحة، الجماهير عقب المباراة مباشرة بدأت تتوافد بالآلاف للاحتفال بهذا الفوز واقتراب المنتخب المغربي من التأهل للدور التالي، يكفي فقط التعادل مع المنتخب الكندي في الجولة الأخيرة. يمكن عايز أقول لك زميل عزيز إبراهيم، فيمكن رئيسة كرواتيا السابقة كانت تتجول اليوم في شوارع وميادين الدوحة قبل مباراة كرواتيا مع المنتخب الكندي، يمكن كان عدد كبير من الجماهير العربية كانت حريصة على التقاط الصور التذكارية مع رئيسة كرواتيا السابقة. خلينا نشوف بس آراء الجماهير اللي موجودة معنا هنا في الدوحة، رأيك النهاردة في أداء المنتخب المغربي وفوزه الكبير على منتخب بلجيكا؟ الحمد لله على كل حال، الفوز المغربي اليوم كان مشرف وكان فائز على أفضل منتخب أوروبي متطور. مستوى المنتخب المغربي صراحة من قبل البطولة وإحنا كنا نرشحه كأفضل منتخب عربي حيوصل للأدوار الإقصائية. جبت الكاس وانت جاي من الرياض، ممكن منتخب عربي ياخد الكاس ده؟ إن شاء الله، ليش لا، إحنا في دولة عربية وبإذن الله يكون في مفاجأة عربية بإذن الله. رأيك في أداء المغرب النهاردة؟ صراحة أداء المغرب أداء مشرف، أداء رجولي قتالي. أداء المغرب اليوم شرف عرب وشرف المغاربة وشرف القضية العربية. المنتخب اليوم المغربي أدى أداء خيالي وأداء أداء أكثر من بطولة. فوز مستحق النهاردة للمغرب؟ صراحة بسم الله الرحمن الرحيم، فوز كان مستحق ضد الفريق القوي الفريق البلجيكي، كانت بوادر فريق قوي ضد كرواتيا، واليوم منتخب الوطن المغربي أكد أنه فريق قوي، الفوز على بلجيكا نتفائلوا خير ان شاء الله ضد كندا. زميل عزيز ابراهيم فايق، مستمرين معاك، معنا الان الناقد الرياضي محمد الجزار للحديث اكثر عن مباراه المنتخب المغربي مع المنتخب البلجيكي. شفت الفوز النهارده ازاي، وكان مفاجاه بالنسبه ليك فوز منتخب المغرب على المنتخب البلجيكي؟ لما يكون عندك مدرب قاعد على الدكه بيتفرج وفاهم وعارف مجريات الماتش ماشي ازاي، مش قاعد بيتفرج زيه زي الجمهور، ده الوضع الطبيعي. فريق في الشوط الاول متعادل 0-0 بيلاعب بلجيكا ثالث العالم، يدخل الشوط الثاني يغير في اسلوب اللعب، يدفع بعناصر تقلب الموازين، فده فوز طبيعي جدا بالنسبه للمنتخب المغربي. الحقيقه منتخب يرفع الراس، اداء واتزان ما بين الدفاع وما بين الهجوم، اداء قوي فنيا وبدنيا، برافو برافو وليد الركراكي نجم مباراة اليوم. منتخب تونس خلاص ودع بشكل كبير؟ لا طبعا، فوز فرنسا في المباراة الأخيرة ادى حافز كبير جدا للمنتخب التونسي. صحيح المهمة صعبة، لكن ما فيش مستحيل في الكورة. اللي عملته السعودية مع الأرجنتين رسالة وحافز لكل المنتخبات العربية اللي لسه لها حظوظ، لازم تقاتل على الفرصة حتى لو بتلاعب بطل العالم. لكن الحقيقة بالوضع اللي حاصل والشكل اللي احنا شايفينه، منتخب تونس بدون أنياب هجومية ليس لديه نجوم أو أسماء تصنع الفارق وتخلص لك المباراة بلغة الكرة، فأنا بشوف أن مهمتهم صعبة، السعودية بس والمغرب هم اللي يصعدوا، الباقي سلام عليكم. المنتخب المغربي ممكن يكمل بعد صعوده للدور الثاني؟ أنا شخصيا مرشح المغرب توصل أكتر من دور الستاشر كمان، والحقيقة أنا كنت بتكلم مع سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي بعد مباراة الدنمارك والتعادل السلبي 0-0، قال لي احنا مش جايين بس عشان نصعد من المجموعة، احنا هدفنا ابعد من دور الستاشر. فده يبين لك ان الفرقة عندها طموح، الفرقة مستعدة بشكل كويس، المشاكل اللي كانت حصلت الجامعة المغربية اتدخلت في الوقت المناسب فعادت الامور لنصابها الصحيح. عودة حكيم زياش عملت قوة اضافية كبيرة، لسه لما نشوف حمد الله لما يشارك بشكل اساسي، واتمنى وجوده حتى لو على حساب يوسف النصيري. لا المغرب ان شاء الله ابعد من دور الستاشر. شكرا شكرا. إذن زميل عزيز إبراهيم فايق، دي كانت الأجواء من قلب الدوحة ولقائنا مع الناقد الرياضي محمد الجزار، والآن تعود لك الكلمة، تفضل. أحمد بشكرك شكرا جزيلا، وخلينا نتحول للزميل العزيز خالد رزق. خالد اتفضل. برحب بيك يا إبراهيم، وبرحب بكل مشاهدي قناة أون تايم في كل مكان. يعني إبراهيم زي ما بيقولوا سوق واقف، اسم على مسمى السوق النهاردة بعد يعني فوز المنتخب المغربي. منذ لحظات بعد الفوز كان السوق
يعني ممتلئ عن اخره، احتفالات في كل مكان، يعني من كتر الاحتفالات ومن كتر ان الشارع طوله مليان احتفالات، احنا حابين نطلع من جنب يكون نقدر نتكلم فيه شويه ونقدر نسال ضيوفنا فيه عن شاف المباراه النهارده ازاي. الاجواء حماسيه جدا، يعني الواحد منتظر بقى في حال لو اي منتخب عربي وصل لادوار متقدمه او فاز بكاس العالم، طبعا حلم من احلامنا كلنا، ولكن ايه الاحتفالات اللي هتحصل اكتر من اللي احنا شايفينها في التوقيت الحالي. طبعا يعني برحب بيكم على اون تايم سبورتس، قولوا لي شفتوا النهارده الماتش ازاي وفوز المغرب؟ How did you see the match today? It was a perfect match. We was in the stadium and it was perfect, amazing. It was magical. يعني هي شافت اكيد المباراه وكانت متواجده في الاستاد وكانت الاجواء رائعه جدا ومميزه جدا. ازاي بقى المغرب الجميل اللي اكيد يعني خلاص بقى النهارده عامل حاله كبيره جدا في سوق؟ مساء الخير. مساء الخير. هذا زي من منطقه سوس مسدعة جنوب المغرب مدينه اكادير. قولي لي بقى سعادتكم ازاي النهارده بعد الفرحه الكبيره بفوز المغرب؟ الحمد لله فرحانين وجد سعداء باداء المنتخب المغربي، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. يعني انا شايف ان الستايل اللي موجود واللبس اللي موجود ده، انا واثق ان اكيد خدتوا 7000 صوره وانتوا جايين. والله العظيم احنا بنتصور من استاد. لما النهارده نجم اكتر من اللعيبه من استاد، احنا بنتصور اليوم عندنا عيد، نتصور مع حبايبنا المغاربه ومع الاجانب ومع الشعب العربي كامل، نتصور مع زهره. احنا جد فرحانين بالاداء ديال المغرب، فرحانين بزاف بالاداء اللي قدموا المنتخب المغربي، وكنتمناو ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله فوز في المقابله الجايه ان شاء الله. وديما مغرب وتحيه لشلحين، نفرح باهره باهره سو المقارنه ذكر المنتخب نحن المغربي. حاجات ما بفهمهاش يا ابراهيم، تبقى حاجات صعبه بالنسبه لنا، بس تمام. هذه لغه مزيغيه من منطقه سوس، من منطقه عندنا لغه بسيطه ولكن بسطها. حالها بسطها. ديما مغرب وتحيه لجميع الشعوب العربيه، تحيه طبعا. قولي لي بقى باقي المنتخبات بالتاكيد وباقي المشجعين، بنشوف الجزائريين السعوديين المصريين ما شاء الله اعداد كبيره جدا، بيعلقوا ازاي بقى على اللبس، بيعلقوا ازاي على اداء النهارده المنتخب المغربي، وانتم بقى شعوركم جواكم كمغاربه بقى موجودين؟ صراحه شعور كان شعب واحد متحد، للدول العربيه كلها والشعوب العربيه كلها متحده، يعني احساس جد جد رائع، وخصوصا انني كنت في المباراه اليوم في الملعب، فيعني كانت طاقة إيجابية وأجواء يعني ما قدرتش نوصفها، جد رائعة الحمد لله. قول لي بقى شفت ازاي الانطباعات جوه الاستاد؟ وأكيد كان جوه الاستاد كانت الدنيا نار نار نار. يا انتوا اخوات الأول صح؟ توام توام توام. أنا بعد ما خلصت حسيت إن أنا بعيد تاني. ده همام وأنا عبود. طيب قول لي بقى كان انطباعك ازاي جوه الاستاد؟ جوه الاستاد حلو حلو والله، حلو حلو كويس. عايز اعرف منك شايف ازاي المغرب هتوصل لغايه فين؟ يعني الحمد لله ان شاء الله يبقى خلاص قريبين لوصول دور 16، فيما بعد شايفين اجواء تبقى عامله ازاي؟ ان شاء الله نجيب الكاس للشمال، الكاس مره واحده، كاس الشمال افريقيا الشمال افريقيا ونقسمه مع مصر. يعني تعالى تعالى اتفضل، عايز تقول كلمه، عايز تقول ايه؟ انا تركي، انا لست بتركي، انا مغربي، لكن انا اولاد في هولندا، انا كسجع هولندا لكن الاول مغرب. شعورك كان ايه بقى بعد فوز المغرب؟ الدم المغربي الحمد لله، لكن عندي سؤال، اين هازار واين فرطومه واين دبراونه؟ ما في دربان الان في هذا المكان يكون الاول، هو المغرب، الوطن المغرب. يعني اعتقد ابراهيم دايما الاجواء بتكون داخل سوق وقف بيكون فيها اشياء ممتعه طبعا، يمكن دايما وين هازارد وين ميسي وين يعني دي بروين، كل اسماء دايما بقت موجوده بعالم المغرب. ولكن عايز اختم، احنا مصريين مصريين بس ان شاء الله، بس بنشجع المغرب بقلوبنا لان بصراحه المغرب شرفونا. انا اعتقد النهارده بعد فوز المغرب امام بلجيكا كل الشعوب العربيه عندها فرحه كان المنتخب هو اللي فاز. اكيد احنا النهارده بروح مصر، احنا كاننا بنشجع المغرب بروح مصر بالظبط، يعني في قمه سعادتنا وفرحتنا، وبتكمل بوجودنا في قطر لان بجد فعلا قطر عامله مونديال وتنظيم رائع لابعد الحدود بجد. كابتن ابراهيم عبد الجواد معاك، ابراهيم فايق سوري، عايزين نقول لك احنا تحيه كبيره قوي يا كابتن ابراهيم، واحنا كلنا بنحبك هنا من قطر ان شاء الله. يعني اخيرا بقى تقولي بقى بعد فوز النهارده تقولي للمغرب؟ متاكد ان المغرب هتجيب كندا في شويه.
بشكرك جدا. يعني ابراهيم زي ما بنشوفه بنتابع مع حضراتكم المغرب والسعوديه وتونس وقبلهم قطر وكل الفرق العربيه اللي كانت مشاركه في البطوله كلنا كنا وراها وكلنا كنا دم واحد وكلنا كنا اخوان. واي فرقه عربيه مشاركه او ان شاء الله بعد كده في اي كاس عالم هتشارك وهنبقى موجودين فيه احنا كلنا اخوه وكلنا مع بعض وكلنا بنأيد بعض وكلنا بنشجع بعض وان شاء الله ان شاء الله نشوف فرقه عربيه في مستوى عالي جدا وان شاء الله في المربع الذهبي في البطوله دي. هتختمي تقولي ايه؟ السلام عليكم. اول حاجه عايزين الختام. الختام ان شاء الله ناخدوا الكاس. بشكرك. عايز اسال الكابتن ابراهيم فايق، واحنا النهارده كنا في الملعب وشجعنا المغرب وكنا نتمنى مصر موجوده بس العرب كلك واحد وان شاء الله باذن الله. ونتمنى ونشكر قطر على التنظيم الرائع ده وباذن الله الدول العربيه تكون متقدمه. بس قبل ما اختم بس معاك انا عايزك يعني عايزك بس لو سمحت في زغروطه دايما متعودين عليها في المغرب، الزغروطه دي عايزين نسمعها. ايه كلمه؟ شكرا جدا. يا ابراهيم زغروطه عربيه شويه مش مغربيه قوي ولكن اكيد اجواء مميزه بنعيشها النهارده. يعني الواحد كان عايز يتكلم عن اشياء كتير داخل دوله قطر ولكن كل الاشياء هنا هو علم المغرب النهارده اللي بيرفرف ايضا جنبيه، ودي صوره الواحد بيحبها جدا ان بيتفرج على علم الجزائر وعلم المغرب وعلم السعوديه وعلم مصر بيرفرفوا جوه المجموعه والزحمه والدوشه اللي موجودين. هي فرحه عربيه بالتاكيد لكل الشعوب العربيه. يعني ابراهيم لك الكلمه الان، تفضل. خالد بشكرك شكرا جزيلا. مسيري بشكرك شكرا جزيلا. أصدقائي الأعزاء المتألقين طبعا بشكركم شكرا جزيلا، وكل الزملاء في الدوحة على التغطية المستمرة على مدار اليوم. عندنا لسه تفاصيل كتير في المونديال، عندنا تفاصيل لسه كمان هيبقى عندنا جولة لا بأس بها من المحلية. نديكم بس الجرعة الأكبر من كأس العالم وبعدين هيبقى عندنا كلام محلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل خليكم معانا في جمهور التلفزيون. المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم، ماذا عن فرصها وحظوظها في إطار النتائج الأخيرة؟ نتابع مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. خاضت المنتخبات العربية الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022. يتواجد في هذه النسخة من المونديال أربع منتخبات عربية وهي قطر والسعودية بالإضافة إلى تونس والمغرب. ودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم بعد الخسارة 3-1 من السنغال بالإضافة إلى تعادل هولندا مع الإكوادور بهدف لمثله في نفس الجولة. أصبح قطر ثاني بلد مستضيف للمونديال يودع منتخبها من دوري المجموعات بعد جنوب أفريقيا في نسخة 2010. شهدت الجولة الثانية خسارة منتخب السعودية على يد بولندا بهدفين دون مقابل. ما زالت أمال الأخضر السعودي قائمة في التأهل إلى الدور المقبل، خاصة وأن رصيده 3 نقاط وينتظره مواجهة مرتقبة أمام المكسيك في ختام دور المجموعات. هذا وقد سقط المنتخب التونسي في فخ الهزيمة على يد استراليا بهدف دون مقابل. أصبحت حظوظ تونس صعبة في التأهل إلى الدور المقبل لكنها قائمة، حيث يجب الفوز على فرنسا مع انتظار نتيجة مباراة استراليا والدنمارك. النقطة المضيئة في الجولة الثانية كانت من نصيب منتخب المغرب بعدما حقق الفوز على منتخب بلجيكا بهدفين دون مقابل. رفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة ليعزز آماله في التأهل إلى الدور المقبل، علما بأن مباراة أسود الأطلس الأخيرة في دور المجموعات ستكون ضد كندا. ونروح لاحتفالات جماهير كوستاريكا بعد الفوز اليوم على المنتخب الياباني. هذا الفوز الذي لم من فوز منتخب كوستاريكا والأفراح اللي كانت في كوستاريكا دي أفراح منقولة إليكم من كوستاريكا وليست من قطر، الجماهير اللي موجودة في بلدها. إلى المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب الكاميروني سونج قبل مباراة صربيا، نتابع مع حضراتكم هذه التصريحات وهذا المؤتمر.
أود أن أقول بكل بساطة إننا جميعا على دراية بالموقف. نحن في وضع حرج، بدأنا بشكل جيد جدا أمام سويسرا، وبعد ذلك عندما وصل الأمر إلى بداية الشوط الثاني لم نتمكن من إدارة المباراة. لقد فقدنا بعض التركيز وتمت معاقبتنا. ليس لدينا ما نخسره على الإطلاق أمام صربيا. أخبرت اللاعبين بأنه يجب أن نقدم 100% على أرض الملعب. أنا أؤمن بفريقي، وإذا كانت لدي رسالة واحدة أشاركها معهم هي أنهم يجب ألا يستسلموا أبدا، وهذا ما سنراه على أرض الملعب أمام صربيا. منتخب أفريقي آخر هو منتخب غانا اللي سيلاقي المنتخب الكوري الجنوبي في مباراته المقبلة. أوتو أدو المدير الفني للمنتخب الغاني ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟ تعالوا نتابع مع حضرتكم. No, it's in the past. It's gone. It's over. We can't change it. الهزيمة من البرتغال أصبحت من الماضي. إنه أمر لا يمكننا تغييره. الجميع على أرض الملعب بشر، فالجميع يرتكب أخطاء، وأنا أيضا أرتكب أخطاء. ركزنا في اليوم التالي على مواجهة كوريا الجنوبية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا. لا يمكنني الحديث عن خطة المباراة في المؤتمر الصحفي. سنرى كل شيء غدا. كوريا الجنوبية منافس قوي للغاية، لدينا الكثير من الاحترام لهم، لكن نعلم أننا يمكننا التنافس معهم. أعرف سون جيدا، أعلم أنه حاسم أمام المرمى ولعبت معه من قبل، ولدينا الخطة المناسبة لمنع خطورته على مرمانا. من أوتو أدو لباولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية. تعالوا نتابع مع حضرتك. مواجهة غانا ستكون مختلفة بالنسبة لسون. لقد واجه بعض التحديات خلال المباراة الأولى بسبب قناع الوجه الذي يرتديه لحماية عينيه، لكنه تأقلم مع الوضع. نعلم أن خصمنا فريق قوي، لديهم خط دفاع وهجوم قوي للغاية، لكن لدينا أيضا لاعبون مميزون. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، نحتاج إلى أن نكون على مستوى المهمة كما فعلنا في المباراة الأولى، ونتوقع أن يكون لدينا أداء أفضل مع التركيز على مهاراتنا الفردية والجماعية. لا أشعر بالضغط لأننا نلعب في كأس العالم، أشعر بضغط أكبر لأنني أتحدث في المؤتمر الصحفي قبل أن نلعب، لأن هذه كأس العالم الأولى لي، لطالما حلمت باللعب هنا. أثق في اللاعبين وأؤمن بنفسي، لذلك إذا واصلنا العمل بهذه الروح واتبعنا استراتيجياتنا، فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة للغاية أن نفوز على غانا. أعتقد أننا منحنا الأمل للشعب الكوري بأدائنا أمام أوروغواي، لكن في المباراة الثانية نود أن نجعل شعبنا سعيدا بالنتيجة. واحدة من المواجهات المنتظرة، طالما قيل أن منتخب البرازيل هيلعب، فكل الأعين بتترقب المنتخب البرازيلي ومباراته المقبلة أمام منتخب سويسرا. ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟ نتابع مع حضراتكم. جاهزون لمواجهة سويسرا. كنا نتمنى أن يشارك معنا نيمار ودانييلو، لكن 26 لاعبا المتواجدين في القائمة جاهزين، والمدرب يؤكد هذا الأمر. مواجهة سويسرا خارج التوقعات، وعندما يتعلق الأمر بكأس العالم فإن المباريات دائما ما تكون خاصة جدا. يجب أن تكون مستعدا بشكل أفضل للعب أي مباراة. لدينا استراتيجيتنا الخاصة، سنعمل على تطبيقها لتنفيذها ضد المنتخب السويسري، ونحن نعلم أن المنتخب السويسري يمتلك لاعبين رائعين، لذلك نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لتقديم أداء جيد حتى نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث. سنبذل كل ما في وسعنا أمام سويسرا، والأمر لا يتعلق حتى بمنح 100%، بل سنعطي 200% في مواجهة الغد. إنها مباراة مهمة للغاية وستسمح لنا بالصعود إلى دور 16. منتخب فرنسا اللي تأكد صعوده رسميا إلى المرحلة المقبلة، ماذا قال مدافعه فاران اللي لم يشارك مع المنتخب الفرنسي في هذه التصريحات؟ نتابع مع حضراتكم. لقد تحسن كيليان مبابي وتطور بشكل قوي وسريع، كما أنه يواصل على هذا النهج. لديه عقلية جيدة ويعرف إلى أين يتجه. بالتأكيد إننا سعداء بوجود كيليان كلاعب حاسم لفرنسا. أتمنى أن يستمر في الأداء الجيد وأن يكون حاسما لبقية البطولة. لا أرى أي نقاط ضعف في الفريق، أرى فريقنا قويا، وبمجرد أن يلتزم جميع اللاعبين باللعب بدون كرة والعمل معا. لا يهم عدد المهاجمين لدينا، لكن العمل الجماعي يجعلنا أقوياء.
فاران اللي شارك في المباراة الثانية للمنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم وغاب عن المباراة الأولى. فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، الراجل عليه يعني جدل كبير جدا جدا في الفترة اللي فاتت، قال إيه في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة الصعبة جدا للمنتخب البرتغالي أمام منتخب أورجواي، نتابع مع حضراتكم. المدافع دانييلو بيريرا سيغيب عن آخر مباريتين للبرتغال في دوري المجموعات بالمونديال بعد إصابته بكسر في ثلاثة أضلاع خلال حصة تدريبية. هذا نوع من الإصابات لا يستطيع أحد تفسيره، لم نرى كيف حدثت الإصابة بالضبط. في البداية لم نعتقد أن الأمر خطير للغاية، ولكن لأننا أجرينا بعض الفحوصات لمعرفة ما إذا كان يتنفس بشكل صحيح كانت الأمور خطيرة، لكنه يتطور بشكل إيجابي ونتوقع أن يكون قريبا جدا من العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى. لدينا ثلاثة لاعبين آخرين في خط الوسط يمكن أن يحلوا بدلا منه، لا يمكننا الآن البكاء على اللبن المسكوب، نحن حزينون للغاية لغيابه في مواجهة الأوروغواي. المؤتمر الصحفي ده كان لفرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغالي. مباراة هتبقى قوية جدا جدا أمام منتخب أورجواي. قبل ما أروح لفاصل هتقولنا يا شباب بقى الماتشات بتاعت بكرة إن شاء الله بإذن الله في كأس العالم، مازالت المتعة الحقيقة مستمرة وموقف المجموعات كمان، علشان هختم مع حضراتكم بتقرير ومن بعدها هنروح للجولة المحلية بتاعتنا. بكرة إن شاء الله بإذن الله ده ماتش قوي جدا جدا جدا، الكاميرون وصربيا الساعة 12، كوريا الجنوبية وغانا الساعة 3، والساعة 6 موعد مع مباراة قوية. بكرة يوم حلو، بكرة يوم حلو في الكورة، البرازيل وسويسرا الساعة 6، ثم مساء البرتغال وأورجواي ماتش تقطيع جامد ده الساعة 9 مساء. ده بكرة إن شاء الله بإذن الله في مباريات يوم الاثنين. تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم تقرير بالأرقام القياسية لأبرز النجوم المشاركة في بطولة كأس العالم، منه إلى فاصل. بعد الفاصل هنرجع بقى ناخد حضراتكم في جولة محلية أكتر بعد ما اتكلمنا في كل ما يتعلق بكأس العالم. شهدت بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر العديد من الأرقام المميزة لنجوم كرة القدم المشاركين مع منتخب بلادهم. من المقرر أن تختتم فعاليات المونديال في 18 من ديسمبر المقبل. خاض ليونيل ميسي مباراته 21 في كأس العالم أمام المكسيك ليعادل رقم دييغو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في المونديال. استطاع ليونيل ميسي أن يسجل هدفه 8 في كأس العالم ليعادل رقم مارادونا أيضا ويفصله 2 عن التساوي مع باتيستوتا الذي يتواجد في صدارة هداف الأرجنتين بالمونديال برصيد 10 أهداف. أصبح كيليان مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم بعد غوست فونتين عام 1958. كما أصبح مبابي ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا لفرنسا في كأس العالم برصيد 7 أهداف متخطيا عدد أهداف هنري، بينما يتواجد غوست فونتين في الصدارة برصيد 13 هدفا. تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل أول هدف في تاريخه مع منتخب بولندا في كأس العالم بعد 5 مباريات. سالم الدوسري ثاني لاعب سعودي يهدر ركلة جزاء في مباراة بكأس العالم بعد فهد المولد ضد مصر في 2018. سجل إنر فالنسيا الأهداف 6 الأخيرة لمنتخب الإكوادور في كأس العالم وهو فقط رابع لاعب في التاريخ يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب في البطولة. يعد كودي جاكيو ثاني لاعب هولندي يسجل في أول مباريتين له في كأس العالم مع المنتخب الهولندي بعد ممفيس ديباي في 2014. سجل ريتشارلسون 19 هدفا مع المنتخب البرازيلي منذ أول مباراة له يوم 7 من سبتمبر 2018، أكثر من أي لاعب آخر مع الفريق في نفس الفترة. أصبح كريستيانو رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم بعمر 37 عاما و292 يوما خلف الكاميروني روجي ميلا في عام 1994 بعمر 42 عاما و29 يوما.
النهارده في بطوله كاس مصر كان عندك يا سيدي ماتشين. المباراه الاولى جمعت ما بين الاهلي والمقاولين العرب وانتهى فيها اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ولجأ كلاهما الى ركلات الترجيح من نقطه الجزاء وحسمها النادي الاهلي باربع ركلات مسجله مقابل ثلاثه. المباراه الثانيه جمعت ما بين بيراميدز والبنك الاهلي، وفيها تمكن بيراميدز من الفوز على البنك الاهلي بهدف دون مقابل. الى الاهداف مع حضراتكم على الشاشه، مباراه بيراميدز والبنك الاهلي، ورمضان صبحي بيسجل الهدف الوحيد اللي بيضمن الفوز لبيراميدز على حساب البنك الاهلي. ثم الى النادي الاهلي والهدف اللي سجله كريم فؤاد في الدقيقه 68، واحد من اللعيبه المتخصصه الان في التسجيل لصالح النادي الاهلي. الكره هي تسويبه مميزه وابو سعود يعني لم يتعامل معها بالشكل الجيد. ثم جون أوكولي في الدقيقة 76 يحرز هدف التعادل للمقاولين العرب. تعالوا نشوف مع حضراتكم اهو الكرة والعرضية والتصويبة، ما عملهاش حاجة خالص الشناوي، صعبة جدا جدا عليه. نروح لركلات الترجيح من نقطة الجزاء وفاروق نور الدين بيضيع، رامي ربيعة بيسجل، احمد علاء حلوه وسهله سجل، هاني سجل، امير عابد سجل. يعني ايه احنا بنديكوا بريف كده للي ما شافش وكان مشغول في ماتشات كاس العالم. ادي الجول برضو وضربه الجزاء اليو ديانج. جوزيف وشايا بيسجل، الاهلي كله سجل، ادي ياسر ابراهيم وعمر فايد للمقاولين العرب في اخر ضربه هو لم يتمكن من التسجيل ويتعامل معها الشناوي بالشكل الامثل وتصدى لها علشان يصعد الاهلي الى المرحله المقبله في بطوله كاس مصر. انا معايا على التليفون المهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. باشمهندس محمد اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل، وعايز اقول لك هارد لك اكيد على نتيجه مباراه اليوم امام النادي الاهلي. اهلا كابتن ابراهيم حبيبي، تحياتي ليك وللساده مشاهدينك، ربنا يبارك فيك ودايما متالق يعني، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وبعدين فرصه نهني برضو المغرب على الفوز العظيم النهارده، ودي كذلك قبلهم السعوديه. بنتمنى ان الشعب المصري كله، دي رساله للاعبتنا يعني، في حسره شديده لعدم وجود شبابنا ورجالتنا في كاس العالم وسط هذا العرس وهذا يعني. اعتقد ان كل المصريين كانوا يتمنوا ان احنا نكون هناك، وبتمنى من لاعبتنا انها تعد درس تماما. وعايز اقول كلمه من خلالك برضو، اتفضل، واقولها تحديدا للاعبتنا، معلش اعذرني انا زعلان فعلا، اتفضل اتفضل. وخدوا كلامي ده من راجل كبير خبره، المال لا يصنع امجاد، المال الفلوس ما تصنعش امجاد، تجيب عربيات وتجيب فلل وتجيب مش عارف ايه، لكن ليصنع التاريخ والامجاد البطولات. صحيح، لاعب الكره ليصنع لهم التاريخ، لانه بعد فتره هيبطل، هيقول لاولاده انا معايا 100 مليون، ساعتها ما يكونوش ذات قيمه، لكن هقول لهم انا مثلت مصر في كاس العالم 3 مرات، خدت كاس افريقيا 4 5 مرات. دي الحقيقه، اعذرني يعني، انا عايز ان ما نقعش في الموقف ده تاني، وكلين لعبتنا تقدر الكلمه اللي انا بقولها دي، المال لا يصنع امجاد، ولكن البطولات هي اللي تصنع. واحنا كشعب نستحق ان احنا نبقى موجودين يعني، احنا جمال الشعب المصري، جمال الشعب المصري بتاعنا عمال يفرح للوطن العربي كله، اكيد كان نفسنا نفرح لنفسنا اكيد يعني. ما فيش شك يا كابتن ابراهيم،
ان كلنا من الخبرات اللي لدينا جميعا كمصريين في كل المجالات كل شيء صعب قوي ان احنا ما نكونش في هذا المحفل. صحيح. طيب خليني اسالك بقى على المباراه بتاعه المقاولين النهارده والاهلي، وانطباعك ايه عن اللقاء الوصول الى ركلات الترجيح من نقطه الجزاء ثم توديع البطوله؟ ما فيش شك طبعا الاول بنهني النادي الاهلي على فوزه، ولكن انا النهارده برضو بقول ان لاعبتنا قدمت مباراه جيده، استطاعت انها تجاري الاهلي في معظم فترات المباراه، فريقنا كان على مستوى المسؤوليه انه كان متاخر بهدف وهدف امام النادي الاهلي ويرجع يعود تاني ويتعادل اكيد يعني شيء انا شفته النهارده جيد. بشكر مدير الفني القدير كابتن شوقي غريب وجهازه، لان فعلا قدر يطور من اداء الفرقه، قدر يعتمد على ناشئين صغيرين في مجموعه كبيره، يمكن اخر واحد اللي ضيع ضربه الجزاء ده ما جابش 18 سنه عمر فايد. لكن ثقه المدرب فيه، ثقته كل الناس بتضيع ضربات الجزاء، يعني ما حدش اول واحد ضيعها فاروق هو احسن واحد بيشوط عندنا. ايوه وعمره ما ضيع، واول مره يضيع ضربه جزاء. ايوه اول مره في تواجده في النادي ده. مفيش شك ان احنا عملنا مباراه كويسه بتطمن، انا شخصيا مطمئن وبشكر اللعيبه على الجهد اللي عملوه، وان شاء الله انا مطمئن النهارده ان احنا بنكون فريق ان شاء الله يبقى فريق قوي في المستقبل القريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص بنقرب على فتره الانتقالات، المقاولين العرب هيجيب حاجه من السوق ولا مكتفي بمجموعه الشباب اللي موجوده عنده اللي تدعم الفريق زي ما حضرتك لسه بتتكلم؟ والله حاليا احنا ما فيش هذا التفكير، ولكن في الرؤيه النهايه لو كابتن شوقي شايف حد ثاني يقدر يدعم فيه احنا مش متاخر، لكن هي سياستنا واضحه ان احنا بنعتمد على صغار السن سواء من الناشئين او حتى الاعارات اللي احنا جايبينها من لعيبه صغيره، احنا عايزين ان شاء الله نعمل فرقه تقدر تنافس في المستقبل على البطولات في المستقبل القريب جدا. فيعني لو احتاجنا هنجيب، وده يرجع لقرائك المدير الفني ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي بطوله الدوري مع عودتها ان شاء الله باذن الله بالنسبه للمقاولين العرب؟ ان شاء الله يعني يمكن النهارده زي ما بقول لحضرتك احنا اطمئنا ان الفرقه منظمه، الفرقه بتلعب كوره في روح في اداء جيد، فانا متوقع ان شاء الله ان احنا نقدر يعني احنا لسه ما اتداش في الثلاث ماتشات اللي عدوا، اعتقد ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كل تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. باشمهندس محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والخير كله ان شاء الله باذن الله فيما هو قادم. مهندس محمد شكرا عادل اشكرك يا فندم شكرا جزيلا. مهندس محمد عادل مشرف عام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. بعد الفاصل السريع اللي جاي اخبار وتفاصيل مهمه في القلعه الحمراء النادي الاهلي. مشوار نشيله مع الكيان، راسنا لفوق بنغني اهلي. انت تشبه بالسباق، وبقى على صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير الكلام في الفترة الأخيرة بيرسي تاو وعروض من الأندية السعودية تحديدا من أهلي جدة السعودي، هل حصل ولا لا؟ خليني أقول لك أنه الأهلي لم يتلقى أي عرض لا رسمي ولا شفهي بخصوص بيرسي تاو، وإذا وصل أي حاجة سيتم مناقشتها بما فيها مصلحة اللاعب ومصلحة الفريق،
خد بالك انه بيرسي تاو ما شاركش مع الراجل لحد دلوقتي بشكل اساسي، هو حطه من ضمن المجموعه اللي بيستفيد بيها، يعني من المجموعه اللي ليها ادوار. هو الراجل محدد قوي يعني، في ناس قالك دي ليها ادوار حقيقيه معايا، وفي ناس هو بيعتمد عليها بشكل اساسي، وهو قادر لحد دلوقتي يديك انطباع انه مش بيفرق ما بين اللعيبه وبعضها يعني. وفي لعيبه هو شايف من وجهه نظره تتفق او تختلف، بس هو قالك لا انا ما شفتهمش فما لهمش دور معايا، وبالتالي ما دخلوش جوه المجموعه، زي مثلا محمد محمود. لنا ولا انت هنختلف ان هو لعيب جامد، ولكن نظرا لظروف معينه حصلت يمكن احنا حكيناها ما فيش داعي بقى لاعادتها مره اخرى، محمد محمود ما دخلش ضمن حسابات الراجل. فعشان كده بقول لك الوضع مختلف، في ناس يبقى ليها ادوار زي بيرسي تاو، وبالتالي الناس لما يجي اصلا عرض لبيرسي تاو هيتم مناقشته بما فيه مصلحه اللاعب والنادي يعني. دي عشان تبقى انت في الصوره. بالمناسبه ولا قفشه ولا اكرم ولا ديانج الراجل موافق على اي حاجه تخص رحلهم في فترة الانتقالات الشتوية بأي عرض بأي شكل من الأشكال التلاتة دولت، وأي لعيب من القوام الأساسي الراجل متمسك بيهم في بقائهم، وبضرورة أنه يكون هو ده التشكيل الأساسي أو هم دول مجموعة اللاعبين اللي هو بيعتمد عليهم، وبالتالي غير مسموح بالخروج لهؤلاء اللاعبين. على جانب آخر وفي ناحية تطويرية فيما يتعلق بمسألة الإصابات، الأهلي بيتجه إلى المراكز الطبية العالمية لمواجهة مسألة الإصابات اللي بتحصل، سواء على صعيد الإصابة والتأهيل والعودة منها، أو سواء كمان على صعيد أسباب الإصابة يعني. انت عارف انه في كذا لعيب اتصاب وسافروا بره ورجعوا زي متولي وايمن اشرف وعمار حمدي واكرم توفيق ومحمد محمود وغيرهم، فالاهلي هيبتدي يتحرك في الملف ده مع المراكز الطبيه العالميه علشان يقدر يتعامل في هذه الازمه تحديدا. خليني اروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في جمهور التالي. من مكسب الأهلي والمقاولين العرب واللي علقنا عليه إلى مباراة بيراميدز، ومكسب بيراميدز على حساب البنك الأهلي بهدف دون مقابل. استعرضت مع حضرتكم الجول اللي سجله رمضان صبحي. أنا معايا على التليفون كابتن محمود فتح الله نجم مصر والمدرب العام لبيراميدز. يا كابتن فتح الله مساء الفل ومبروك مكسب النهاردة، ألف مبروك يا محترم. مساء الجمال، أخبارك إيه؟ مساء الورد. تسلم يا حبيبي، وحشتني جدا يا هيما والله. وانت كمان والله. قول لي الاول بس، كاس العالم مين اكتر منتخب عجبك لحد دلوقتي؟ واكتر منتخبين ده مش منتخبين يعني، اكتر منتخبين من الناس المرشحين للبطوله وعندهم مقومات البطوله برازيل وفرنسا. برازيل وفرنسا صحيح. بس في منتخبات بتقدم كره هايله وحاجه محترمه جدا زي المغرب والسعوديه. زي المغرب والسعوديه ان شاء الله باذن الله. تمنياتنا في يوم من الايام كده نبقى موجودين في كاس عالم ونروح ونيجي والدنيا تبقى حلوه كده. اتمنى والله يا ابراهيم ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. خليني اسالك على ماتش النهارده، المكسب ازاي بتشوفه في البطوله دي؟ وانا عارف انه دايما بيبقى التوقيتات بتاعه الماتشات ديت مع كاس العالم بيبقى شويه مش احسن حاجه بالنسبه للعيبه وبالنسبه للتجهيز، لو انا شايف حاجه غلط انت برضو وضح لي. لا طبعا كلامك كله صح، الناس كلها دلوقتي مركزه في كاس العالم، و كمان بدأ سخن يعني كاس العالم بدأ سخن. ايوه، ومفاجآت من اول ماتش اكيد طبعا، لكن في الاخر ده شغلك وحاول بقدر الامكان نحسن من موقفنا. يمكن كنت في مداخله معاك كنا بنتكلم على بدايتنا السنه دي في احسن حاجه، تعادلنا ماتشين في الدوري وجينا في ماتش النيجر هناك خسرنا واحد، يمكن قلت لك لازم يبقى لنا رد فعل يعني. احنا عايزين نعمل حاجه كويس وموسم قوي لازم يبقى لنا رد فعل. الحمد لله ابراهيم يعني الفتره اللي فاتت ماشيين بشكل كويس. ماتش النهارده كان صعب جدا لكذا سبب يعني، الطرد بتاع مصطفى فتحي ده برضو يعني صعب. لا يعني انت بنلعب نفس الفرقه بنلعبها من اربع ايام وكسبانها. وهتلعبهم بعد اربع ايام في الكاس اللي هو ماتش النهارده، فاكيد هيبقى فيه صعوبه وتركيز منهم اكتر، وزائد انهم عندهم السنه دي مقاومات كبيره جدا وصفقات وفرقه محترمه السنه دي، فاحنا كنا عارفين ان احنا هنلعب ماتش صعب وماتش كاس. كمان صعبت الامور علينا في الدقيقه 27 طرد مصطفى فتحي كوره اعتقد يعني ان هي كانت ممكن تمشي انذار. فالماتش صعب لكن الحمد لله لعيبه رجاله، وده ابراهيم دايما بنراهن عليه يعني، لعيبه بتتحمل مسؤوليه ولعيبه رجاله
ورجعوا تاني يحسنوا البداية بتاعت الموسم. الحمد لله بقى لنا 3 ماتشات بنكسب مكسب كويس والروح هايلة جدا من الجميع، يعني الناس اللي بره قبل الناس اللي جوه. الحمد لله مكسب النهاردة دي أكتر من ميزة. طب خليني أسألك بقى على يعني مواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة كاس مصر، بتشوفه ازاي من وجهة نظرك؟ أكيد ماتش صعب يعني، لكن ماتشات الكروز دايما والبطولة بتاعت الكاس 5 ماتشات ابراهيم بتركز فيهم تركيز 100% بتاخد بطولة، وده حاجة كويسة. فأنت دلوقتي واقع في طريقك فرقة محترمة وماشية كويس ومعاها مدرب كبير وخطواتها في البطولات الأخيرة دي خطوات ثابتة يعني. فماتش هيبقى ماتش قوي جدا جدا، فأتمنى ربنا يوفقنا إن شاء الله ونعمل حاجة كويسة في الكاس إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. رمضان واضح انه الفتره ديت فايق، يعني الجول حلو وفي شغل رمضان صبحي، السرعه والفوت ورك بتاعه والمهاره، وبعدين الوانتو يروح بالكره للجون والتسجيل والتصويب، الدنيا فيها شغل يعني. والله يعني جول النهارده جول حلو من بتوع رمضان، وانا عن شخصي فرحت له جدا. لان رمضان الفتره الاخيره يعني الراجل بيأدي وبيعمل مجهود كبير جدا، لكن ابراهيم انت عارف دايما النجوم والناس اللي بتلعب قدام بيتقلوا اكتر على الاجوان يعني، بس احيانا بتنسى مجهودهم والشغل اللي بيعملوه وبيبقوا عايزين يجيبوا اجوان ويهدفوا والكلام ده. فرمضان يعني الحمد لله النهارده يعني جاب جون وصعدنا وجون كبير وجون حلو وتوقيت حلو ليه ودينا احنا كمان يعني. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرمه دايما. ان شاء الله باذن الله. كابتن فتح الله انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود فتح الله. كابتن محمود فتح الله نجم مصر والمدرب العام لبيراميدز، ومكسب النهارده مهم على البنك الاهلي. فاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. الزمالك بيترقب الخطاب المنتظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من الفيفا فيما يتعلق بالغرامة الخاصة بكهرباء. الزمالك كان أرسل للفيفا بيطالب فيه بإيقاف كهرباء مجددا نظرا لعدم سداده قيمة الغرامة المادية اللي تصل إلى 2 مليون دولار، بالإضافة كمان إلى احتساب نسبة الفوائد اللي هي 5% من يونيو 2019. ومن المنتظر انه الزمالك ياخد رد خلال الايام ديت على هذه المطالبه الجديده لايقاف كهرباء. على صعيد اخر، الزمالك بيصعد رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بسبب اصابه الونش، لانه الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول سافر مع الونش للامارات علشان هيتاهل هناك، وبالتالي هو مش موجود، وبالتالي علشان حد يقوم بالدور ده فموجود الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين، هو المشرف حاليا دلوقتي على الفريق الاول وبيجهز الفريق للمرحله المقبله. سامسون اكينيولا مهاجم نادي الزمالك هيكون
جاهز ومتواجد في اللقاء المقبل للزمالك في الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ما عليهوش أي عقوبة فنية، ده بحسب ما إدارة الكرة بنادي الزمالك ما أكدت. مسألة تواجده في القائمة من عدمه هتكون وفقا لجاهزيته، وده اللي هيحدده الراجل. ده طبعا على يعني صعيد فكرة غياب الراجل كان في الانضمام إلى صفوف الفريق في الوقت الأخير، لكن هو ده الشكل اللي هيتعامل به نادي الزمالك في هذه الأزمة. بكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة من جمهور التالتة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق عمل باقي الكامل. نشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.